بلش يتطور. انا كل الاحوال بدي اخذ فادي كمان بعد مداخله من كمان فادي سمعان زميلنا رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه. فادي مساء الخير. مساء الخير، بحييك وبحيي الكابتن فادي. حبيبي فادي، ثانك يو. فادي سمعان دائما يعني بجريده الجمهوريه دائما عم نتابع اول باول كل اخبار كره السله، ولكن دائما عم بتقولوا ومصادرك عم بتقول الامور سوداء، السوداويه فايتين على نفق مظلم، ليش هالقد متشائم هالسنه؟ اكيد مثل ما بتعرف انه اليوم وضع الانديه مزري كثير، ان كان ماديا ولا كان اداريا، هيدا كله عم ينعكس على اللعبه، يعني وخاصه انه مع اعتماد لاعبين اجنبيين بالدوري، لانه الانديه بالنهايه هي عم تدفع مصاري، اذا طالبت بثلاث لاعبين لتخفض ميزانيتها، يعني انا برايي حقها. هيدي اول شغله. ثاني شغله انه اذا ما عندك احتراف، يعني كيف احتراف؟ يعني المفروض ينعمل بقى لحظه بس فادي، بس دقيقه، حقها شو؟ حقها الطالب بثلاث اجانب وهو اللعيبه هو اللي عم بيعمل اللعبه، للانديه هي عملت لعبه، كم ممول اجا وفل على الانديه واللعيبه هو بعدهم واقفين على اجرين. النقطه الاساسيه اللي ما حدا عم بيعرفها انه اللعيب هو الاساس، لا النادي الاساس. لما كان اللعيب يقبض 100 دولار كانت اللعبه هي الاساس، الثلاث اجانب لا تخفيض الميزانيه، ولا الثلاث اجانب رح يعلي الميزانيه، لانه النادي رح يجي اول شيء يقول لك انا بدي اجيب اجنبي ب 40,000 اقل من اللبناني ب 20,000. كل لحظه فادي، انا عملت حساباتها وعملت دراستها ووجهت لهم اياها للاتحاد اللبناني، كل الميزانيه بتختلف عن النادي بتفرق معهم 30 او 40,000 دولار، اذا ماكسيموم بتفرق معهم 90,000 دولار اذا بده يخفضوا ميزانيتهم. مش اساس الانديه عم بتطالب، الانديه عم بيتخبوا ورا اصبعهم، مش وما بقى حدا يقول انه هي الانديه الاساس، اللعيب هو الاساس وهو اللي وصل اللعبه للي هي عليه هلا. المستوى اللعيب اللبناني، مع احترامي، لا يا حبيبي يا عيوني، هو ما عم يدافع عن الانديه بلا حقها، عم بيقول وهي عم تدفع مصاري، هي تدفع مصاري اوكي، بس حق الطالب ثلاث لعيبه لا مش حقها، لانه اللعيب اللبناني هو الاساس. نحن صرنا 20 سنه باللعبه وما بعتقد في صبحي انت عم تنطلع من غير شيء، يعني هو انتبه ما عم يدافع عن الانديه، هو عم يقول لك الانديه بالنهايه كمان فادي حقها، انت عم تدفع مصاري، فاتح شركه اليوم، انت قلت لي اياها يا حبيبي حقها، بس مش حقها الطالب ثلاث اجانب، عم تنهي اللعيب اللبناني. اذا انت اليوم قلت لك بعت لي ناس لعندي على يا صبحي، اذا سبع عندي عم بتطالب ثلاث اجانب انت بتمنعها؟ ما فادي، اخر شيء فادي سمعان باختصار، لانه بدي اخلي رد فادي الخطأ.